ناخذ سؤال من الاخر بقى، اتفضل. الاخ ده معلش. ها حاضر. ما تخلينا في حالنا يا عموش. انت منين؟ منصورة؟ زبتك هنا؟ ها؟ طيب. طبعا انا واثق ان الاخ بيسأل بصوت عالي لان زبته مش معانا في المسجد. اصلا انا خواف زي حلقتك فيعني ما تخافش. سبحان الله. الاخ طبعا بيسأل عن تعدد الزوجات، وطبعا الاخوات فوق هيزعلوا جدا دلوقتي ومشكلة، هم زعلانين اصلا يعني. طيب بسم الله. عاوز اقول، وخلي بالك من اللي انا هقوله ده بس ما تزعلش مني، التعدد الاخوات سقفوا عشان يسمعنا بانصات. يا رب استر يا رب، اللهم استرنا يا رب. طيب انا في زوجتين ليا هنا فربنا يسترها، الله المستعان. طيب اسال الله ان يستر نساءنا وبناتنا يا رب. خلي بالك من اللي انا هقوله ده، التعدد لم ينشئه الإسلام. تقول إيه؟ ده كلام خطير ده. التعدد لم ينشئه الإسلام، وإنما جاء الإسلام والتعدد موجود في أرض الجزيرة فحدده الإسلام وقيده. كلام غالي والله. طب خلي بالك اسمع تاني. الإسلام لم ينشئ، أي لم يبدأ الإسلام إنشاء التعدد، وإنما كان التعدد موجودا في أرض الجزيرة فجاء الإسلام فقيده وحدده. كان الرجل يتزوج 10 أو أكثر، فجاء الإسلام فحدده. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي الصحابة من زاد عن 4 نسوة أن يمسك 4 نسوة فقط وأن يطلق الأخريات. دير المسجد. في المسجد دير المسجد. طيب الأصل الثاني، لا استنى ده احنا دخلنا في معهد طلعنا كده. الأصل الثاني، وخلي بالكم يا شباب والله ده كلام في غاية الأهمية. الأصل الثاني، كثير من إخواننا يتصور أن التعدد لحظات متعة زائدة في فراش الزوجية مع امرأة أخرى وفقط. كثير من إخواننا يتصور أن التعدد لحظات متعة في الفراش مع زوجة أخرى في الحلال. اعلم أن المرأة الثانية امرأة لا عواطف وشعور وقلب وأولاد وبيت، مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، فلا تتصور أن التعدد لحظات متعة وانتهى الأمر، بل أنت أمام أمانة جديدة ومسؤولية كبيرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. الأصل الثالث، لا يصلح للتعدد أي أحد ولا كل أحد. رجل لا يستطيع أن يؤدي واجبه الذي ألزمه الله به أمام بيته الأول، فهل يطلب من هذا أن يفتح بيتا آخر في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يؤدي الواجب، لا أقول المندوب أو المستحب، الذي لا يستطيع أن يؤدي الواجب الذي عليه لامرأته الأولى؟ من أجل ذلك شرع الله التعدد. فقد تكون امرأة مريضة، قد تكون المرأة الأولى مريضة، وقد تكون المرأة الأولى لا تنجب، وقد يكون الرجل عنده من القدرة والقوة ما يتعرض للفتنة بسببها في فترة الحيض أو العذر الشرعي. من أجل هذه الأسباب
شرع الله التعدد، ثم لا يجوز بعد ذلك لعاقل أن يتنكر لهذا التشريع، لأنه تشريع الحكيم الخبير الذي خلق الرجل وخلق المرأة ويعلم إمكانيات الرجل وإمكانيات المرأة. فإذا اعترضت امرأة مسلمة إلى حد الإنكار لهذا التشريع أخشى أن يحبط عملها، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. فلا ينبغي أبدا لامرأة مسلمة أن تقول هذه الكلمات الخبيثة: أنا أشوفه في بيت بيزني وما أشوفوش مع زوجة تانية. هذا كلام خلل وخبل، وهذا إفراز عفن لتربية غربية عفنة حاول الإعلام والتعليم أن يربي عليها نساء المسلمين لسنوات طويلة. هذه كلمات مجملة، ما للتعدد ما له وما عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق، وأن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة، إنه ولي ذلك.